العديد من الدعوات التي تدعو الى رحيل حكومتكم، ما تعليقكم عليها؟ جبت. نحن لم نأتي إلى هذه الحكومة طمعا في المناصب، أتينا لهذه الحكومة تلبية لنداء الوطن من أجل الحفاظ على مؤسساتها، وأنتم على دراية بالسيرة الذاتية والمهنية لكل تقريبا أعضاء يعني هذه الحكومة الذين في غالبيتهم لا ينتمون لأي من الأحزاب، ينتمون إلى الجزائر ويعتزون يعني بهذا الانتماء ويحرصون على بقاء الجزائر واقفة ومؤسساتها منيعة. ولكم فيما قامت به هذه الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية من الشهادات على كفاءتها ومن اقتدارها في كل ما يرتبط بشؤون العام.